النائبة. والآن أقدم لكم النائبة كسينيا سفيتلوفا التي تريد أن تتكلم، أن تلقي كلمة لجميع المتابعين من أصدقائي. أهلا وسهلا للجميع المتابعين هنا، يعني إحنا موجودين مع الدكتور إيدي كوهن في الكنيسة في قاعة النجف، ونفتتح بعد دقائق يعني الجلسة الخاصة يعني شان التقرب بين إسرائيل وبين الشعب الكردي. في عندنا يعني موجودين هون بعض زعماء الجالية الكردية في أوروبا، وأنا أريد أن أقول يعني أن في تباري علاقة يعني بين الأكراد وبين دولة إسرائيل، علاقة مهمة، علاقة استراتيجية، وهي علاقة لازم يعني نتطور يعني العلاقات مع الشعب الكردي في كل مكان، مخصوصا يعني في العراق، ولكن بعد كمان في أوروبا وفي سوريا وفي بعض الأماكن. إحنا والأكراد يعني موجودين في نفس المكان بالنسبة للإتداعات علينا يعني من هنا من الشرق الأوسط. إحنا نحتفل اليوم بالاستقلال، استقلال دولة إسرائيل وإعلان في الأمم المتحدة على الاستقلال يعني ولتكوين دولة إسرائيل. إن شاء الله إن قريب إحنا نحتفل مع بعض في استقلال يعني الدولة الكردية، هذه تكون دولة صديقة للإسرائيل، للولايات المتحدة، وللكل شعب يريد السلام هنا في الشرق الأوسط. شكرا لك. مرحبا. شكرا لك. أنا هرتزل ليفي، رئيس الاتحاد في إسرائيل. أول شيء هذا مش يوم عادي، أنت سويت اليوم عشان إحنا عارفين التاريخ، هذا تاريخ 70 سنة لدولة إسرائيل، زي يوم ميلاد تبعنا، وأنت اليوم جمعت كل الناس هون، وإحنا بدنا نشكر إليك عشان سويت الموعد هذا. شكرا كثير، وإن شاء الله شكرا على واجب. شكرا لواجب، وشكرا لكل الكنيسة اللي بدنا نسوي الموضوع مع الشعب العربي. إن شاء الله نسوي دعم فيهم، واللي بلشنا خلص. شكرا. تخزيك. تحية لجميع الأصدقاء الكرد في الشتات في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم. أولاً أريد أن أحيي النائبة كسينيا سفيتلوفا، وهي النائبة الوحيدة التي يعني بكل قوة قررت أن تفتتح هذا المؤتمر، وهذه هي ولادة جديدة للوبي صهيوني يهودي كردي. نحن لا نخاف، نحن نحب الأكراد، ومن اليوم وصاعدا سوف نعمل كل ما بوسعنا بمساعدة إخوان الكرد حتى بناء دولتهم المستقلة كردستان. وشكرا لكم. إن شاء الله. شكرا للدكتور إيدي كوهن من الكرات في إسرائيل. شكرا لك كثير من حرمك. Yeah, time is a big one.